السلام عليكم اخوتي المغاربه، كنبلغوا التحيه لجميع المغاربه اللي داخل المغرب واللي خارج المغرب، واخوتنا الجاليه المغربيه اللي موجوده بالخارج، وجميع الجزائريين واخواتنا التوانسه والليبيين، وجميع العرب اللي كيشهدوا بلا اله الا الله محمد رسول الله، حتى هما كنبلغوا التحيه من هذه المباراه. وحنا عاودنا لكم اخوتي الحلقه اللي دازت، وقلنا لكم هذه الحلقه هذه هي الاخيره، هذيك اختصرنا فيها وعملناها لكم باش ندخلوا معكم في القصه، باش تعرفوا بزاف الحاجات، باش ما حتاش شي عاد تبقى تستنى ولا كذا، بزاف الحاجات ما يتقال وما يدار. انت يا اخوتي هاد المسؤولين هادو مني عيطلقونا ديك الصباح واللي عنصبحوا في مدينه تطوان، كتعرف كل عا يمشي للدار ديالهم. انتم عارفين اخوتي الفرحه ديال بنادم خرج من 20 سنه ضربنا فيها 10 سنين و7 شهور، من عفاو علينا كنا ضربنا 10 سنين و7 شهور. وهذا المشكل هذا اخوتي انا قلت لكم ديال الاضرابات ديال 84، وما شبرتي فيها التعويضات ديالي اخوتي ديال الاضراب ديال 84 ديال المصالحه والانصاف وحقوق الانسان. وانا عاود لكم اخوتي ما شبرت درهم من ديك التعويضات اللي شبرت الناس كامله، ما شبرتي التعويضات ديالي انا اخوتي. قلنا لكم ملي صبحنا في الزنقه اخوتي ديك المشكله داك اللي عملنا له حنا العنوان من دار النار، وحنا عم بدلوا السميه ديال هذا مدار النار، غادي ندخلوا في قصه جديده وعشرين عام اخرى تقدر عليا اخوتي. وحنا غادي نبداو دابا من الاول ديالها باش تعرفوا شنو غيوقع مني خرجنا الزنقه اخوتي. انت عارف ما هي الفرحه الزنقه اللي خرجنا للحريه، ما هي الفرحه اللي ضيعت حياتي كامله. صبحت في الزنقه نعاودكم اخوتي مني غادي نمشي، بقيت كنسكر باش نفوج على قلبي زعما ونسيب الغيلوف الحياة والعذاب والالم اللي دوزت. بقيت كنشرب هداك اخوتي، مني مشيت نعست وفقت جبرت راسي جالس، درت لي شي حاجه في راسي قلت دابا شنو غنعمل وشنو هادي، وكيفاش زعما مشات 10 سنين و7 شهور من حياه بنادم، ودابا خصني نخدم ولا ندبر ولا شحال نعدل باش نتجوز تا انا، خصني نتجوز وخصني نجمع راسي وخصني بزاف ما يتقال اخوتي في هذا المجال هذا. بدا كيدخلني داك الشيء هذاك، بدا كيبان لي صافي باغي نعيش تا انا، بدا كيبان لي شي حلم هدايا باغي نديرو. الخدمه ما كايناش يا اخوتي، الخدمه ما كايناش، وبقيت طايح على الشرب، وكل مره كنخمم كيفاش غنعمل باش ندبر على راسي وننقذ راسي. 10 سنين و7 شهور مشات، كيفاش غنعمل باش ننقذ راسي في هذه الحياه هادي؟ ما عرفتش يا اخوتي شنو واقع، ما عرفتش شنو كاين، ما عرفت والو. فيما كنمشي نسكر وكنمشي نجلس ولا كنمشي مع شي ناس ولا شي حاجه، مع خرجنا في السخانه في ايام الله الصيف، مشيت بحرت مع الدراري ومع الناس، كنكونو كنشربو كنبحرو كدا هادي، والثقه والقلب ديالي مزير عليا، ما شي حاجه خطيره ما نعرف الله يحفظ، وقلبي ديالي مزير، كنقول انا هادشي هذا يمكن على الخدمه او على الماده، خصني فلوس وخصني هادي وخصني تانا نعيش تانا نتجوز تانا نعمل تانا نصنع، هادشي اللي كان كيبان لي في قلبي. وما تايقش، واخا خرجت الزنقه راه ما تايقش، ما تايقش ما تايقش، خرجت الزنقه وما تايقش المخزن ولا بشي حاجه، كنقول ما نعرف وكذا، عن حديد دبادي غنعمل هادي، المهم انا باقي متبوع، انا باقي كل ساعه اخوتي عاسمح لنا الله يرحم الوالدين راه باقي عانيين، كل ساعه كتدخلني ديك الوسواس، كنقول انا باقي متبوع واخا خرج من الحبس سمح لنا الله يرحم الوالدين عفوا، كنقول باقي متبوع وباقي هادي الوسواس كيدخلني، واخا مبحر ما تايقش مجبد وهادي وعايش وكندوك وكناكل وكنشرب وما تايقش بديك الحريه اللي انا فيها، كنقول بحال والو ما نعرف، يمكن عايده طلقونا ولا شي حاجه، يمكن تكلحوا علينا ولا تقلبوا علينا ولا هادي، علاش انا عارف راسي ما كاين لا خدمه ما كاين هادي ما كاين حتى حاجه، ما فهمت والو، ديما كيدخلني ديك هاديك كيبات لي لا كنقيل نشرب وقيل قصر وقيل هادي ونمشي نعس، ملي كنفيق كنجبر التصويره اللي عشتها البارح هي اللي عشتها اليوم. بقات مشا القضيه هاديك، حياتك كتشبه بعضها، التصويره اليوم تغدى، التصويره اليوم تغدى، على الخمر والمخالطه وهادي وهادي وهادي، وكتبان لي انا ما بقيت كنجيب حتى درهم، وكيفاش غنعمل نجيب هاد الدراهم، وكيفاش غنجيب المصروف ديالي، وباغي نتزوج انا، وباغي نعمر الدار، وباغي نعمل وباغي نصنع، وباغي بزاف ما يتقال في هاد الحياه. ومشات لي 10 سنين و7 شهور من الحياه ديالي في هاد المشكل هذا اللي هضرنا عليه.
اللي هضرنا عليه ما جبرتي فيها التعويضات ديالي ديال المصالحه والانصاف وحقوق الانسان ديال الاحداث ديال 84، وكنخمم في هاد الشيء هدايا اللي ضاعت لي 10 سنين و7 شهور من حياتي، وكنخمم كيفاش غنعمل دابا باش نقد راسي. وهادي وهادي واش غنقول لكم اخوتي، ما غنطولش مع هاد الناس في الزنقه. علاش؟ انا قلت لكم ما كنتش تايق، واخا كنت كندور في الزنقه وكدا، هادي بحال تقول على خروج نضرب شي دوره ولا بحال اللي هربت لهم مره اخرى ولا هادي ولا شي حاجه. ما عندي ما نقول لكم، بقيت صابر صابر هدايا. كون نهار تصويرة كتباختها كنمشيو كنتعدلو كنتخرقبو كنسكرو، ما خليت ما عملت ابحار شبعت بحار شبعت كدا. وملحق ديك التصويرة هي التصويرة، كيما كدوزها اليوم كدوزها غدا، كاد نعس كتفكر جبر راسك هو هداك عاود. نوض قلت خصني ندبر على راسي، نبيع ونشري ولا اللي ليها ليها. ما عندي ما نعد، علاش؟ ما كاينش خدمة، ما كاين هادي، ما كاين مستقبل، ما كاين حتى حاجة في الطريق، ما كاين هادي. عنوض ندبر على راسي بأي طريقة. مشيت كنحادي في يدي الحشيش اخوتي، مشيت كنحادي في يدي الحشيش، وبديت كنلعب بالقرقوبي، كناكل فيه وكنبيع في الحشيش ومرباج وكذا وهادي. واخ طير من هنا نزل من هنا، طير من هنا نزل من هنا، ديما مقرقب ديما سكران ديما مكيف ديما مربج. علاش؟ ما جبرتش الطريق معوطة. كون جبرت شي طريق معوطة كنت غادي نمشي فيها، ما جبرت حتى حاجة. دخلت العالم ديال المخدرات وبقيت ماشي فيها هادي على المشاكل وكذا، وانا دالع. فهمتي اخوتي؟ اش غادي نعاود لكم؟ ما عندي ما نعاود لكم في هذه القضيه هذه، راه بحال الا تقول باقي داخل في الحبس وانا برا. شنو؟ كاين البحر، كاين الموجات البحر، وكاين الناس كيدورو، وكاين الحوانت. هذه باش نفرق الحبس مع الزنق. حبس كبير عايش فيه، ما بقيتش في الحبس الدخلاني، وليت برا حبس كبير. ما كاينش حادث يدي باش نجيب المصروف ديالي حتى انا، وباش نكسي راسي وباش هادي وباش هادي باش نبزر ما يتقل. والمهم بقيت ماشي بحال هداك، ضربت في الزنقه نقول لك 6 شهور، 6 شهور وشي حاجه اخوتي. وانا يوقع لي مشكل مع الضابطات هادي، وشبروني السلطات، شبروني السلطات اخوتي. اش غادي نقول لك؟ وقالوا لي محمد عاد خرجتي وعاد كدا هادي. قلت لهم شحال عمل لا خدمه لا رد مالو، كنلقطوا هاديك الالوفات هدايا كندبرو باش نصرفو كدا هادي وباش نتقهوى باش هادي باش هادي باش. والمهم جبروني هاد الناس هادو، ضربت معاهم متيسرة، طلعوني للمحكمة. راحو الظروف ديالي بعض الرجال الله يكثر خيرهم وشلا ما يتقال في هاد المسألة هادي. واحد السيد عاد يقولكم قال لي عاد خرجتي يا محمد، عاد عفو عليكم وخرجتي من 20 سنة وكدا، ضربتي فيها 10 سنين و7 شهور وكدا. قلت له اخي اش باش نقولك؟ انا خرجت برا ما جبرت لا خدمة لا رد مال لا والو، وانا ما كنبيع لا حشيش لا والو. الطريف هذا كنت كنت كيبو، وقع لي صداع مع البوليس، جابوني للحبس. انكرت ديك الشيء كامل، انكرت ما كاين حتى حاجه. والمهم ديك قاضي الله يذكره بخير في هذا النهار هذا شاف التحيه. اش غنقول لكم اخوتي؟ عطاني عام ونص، عطاني عام ونص للحبس. وانا باش نقول لكم الحبس تطوان بلان، ضرب الحبس تطوان ديال باب النوادر أبلان أخوتي. إش عادي نعاود لكم؟ هادي أخوتي هذا بقادة والرجل والمصايب وكذا، وأنا عاد خرجت من الحبس أخوتي. إش عادي نعاود لكم؟ عاد خارج من الحبس ضربت 7 شهور ما كملتش على برا، مع بحرت معاهم شي شهور مورا هاديك، عاود رجعت من السجن وأنا بباب نوادر أخوتي. إش عادي نعاود لكم في هاد القصة هادي؟ من العلوان ديالها قلبناها، عملنا حياة في الجحيم، عادي رجع للجحيم أخوتي ماشي للحبس. علاش عاد خرجت وعاد رجع اخوتي بعام ونص؟ انا من السيناب وعاد نبقى عايش معاهم تما في وسط ديك الحبس. هي هذيك اخوتي، هي هذيك عمد السيناب كدا هادي. خرجت من ديك الشامبر اللي كنا ديال الناس اللي ماشي محكومين، جا واحد النهار قال لك الدراري اللي تحكموا كاملين ارجعوا هذا باش نديهم موطا اخر، وهادو اللي باقيين محكومين غنخليهم موطا هنا. والحبس مربج اخوتي، مربج على المشاكل والصداعات، والحبس صغير ماشي بحال الحبس اللي دوزنا. وهذاك الحبس ديال تطوان فانا دخلت له كنعرفو مزيان، وقدمو في الحومه كاع اقريب من الدار فين كنسكن. ماتي اخوتي ويا هاديك اتجمعنا وكدا، هادي داونا لواحد البلاصه كيعيطولها لي زورما. انا مشيت لواحد البلاصه كيعيطولها لي زورما، هاد البلاصه عزلاو فيها هما كيختاروه معاهم، واحد منهم هو انا، هو محمد بن الحاج معكرني بالضبيب. كنت انا مقولة انا ورضوان حشحاش
ومحمد طلوش الله يذكره بخير بهذا النهار هذا، محمد عيساوة، طافا العورد الديوانة، بزاف ديال الدراري، الأدية الثانية درمال، بزاف ديال الدراري، وشي أربعة الدراري من كاستيخو، وواحد ثلاثة الدراري ولاد الحسيمة، المهم بزاف الدراري كنا عزلة بهاد العزلة هادية، وهاد البلاصة كيعيطو لها لي زورما، كتجي قدام واحد الشامبرين مسميه كينتا، ها كينتا ها لي زورما، وهاد لي زورما خطيرة بزاف ومجموعين تما هما وجملتهم واحد منهم هو محمد الضبيب، محكوم بعام ونص. دوزت متي السارة خوتي شعادي نعاود لكم هاد القصة هادية، هادي قصة خطيرة خوتي شعادي نعاود لكم فيها توش عايو قالي بالحياة ديالي. واحد العشية عايطوا لي استيناب، قالوا لي غدا عاد مشي استيناب وكذا، ضربت واحد السيمانة ولا 15 يوم عادي نعاود استيناب، عاود استيناب وحنا في ديك العزلة، عاود استيناب كيسهل عليا الله كيطيحوا لي 10 شهور، كيخليو لي 8 شهور ديال الحبس خليو لي. ودار معايا القاضي قال لي راه عند الظروف ونتينا عاد خارج من الحبس وكذا وهادي من الحاج، وقلت له انا ما عندي حتى حاجه، اللي كاينه اللي كاين صدق طيح لي ديك 10 شهور وبقات لي 8 شهور من جملتهم كون دار شي شهورات بحال هيدا، قول واحد شهرين دار ولا شهر وشي حاجه هي هاديك، ارجعت من ديك لي زورما. دابا راه صافي الحكام تسالى وستينا تسالى، عادي نشوفو كيفاش نعملو نكملو هاد 8 شهور هادي ونخرجو ندبرو على راسنا بالحريه عاود، يسهل الله علينا نخرجو بحالنا، هادي هي النية ديالي هي هاديك. وبقيت مع الدراري تما كتعرف قصر شي ايامات هدايا، ها هما معايا شاكيب، شاكيب تشيكيبارا الجماعة الكبير، معايا رضوان حشحاش، معايا محمد عيساوة، معايا زيغا، معايا كتعرف محمد، معايا الأدية، معايا محمد عيساوة، معايا طافر عور الديوانة، معايا محمد طلوش، معايا رضوان حشحاش، المهم معايا شي ثلاثة الدراري من حسيمة، شي ثلاثة الدراري ولا أربعة من كاستيخو، المهم شي كدا وعشرين واحد بينا بديك لي زورما، ديك البويتات كلشي عامر وعاد عاد الوسط عامر وعزلة وكدا وهادي، وواحد شحال نعاود لكم أخوتي، عامرة والحبس عامر ما عندكش ما يتزرنن، وجاب الله أنا استيناف طيحوا لي ديك العشر شهور، قال ديالي فرح شي شوية ودار شي بركة وباقي لي شي ست شهور تقول ديال شي جملة هادي، سمعتي أخوتي، واحد النهار أيام الله كيجيو كيخرجونا حنا بوحدنا كيخرجونا للساحة كيسميوها بالدارجة الكور، كيخرجونا لواحد الباتيو لي زورما بوحدة، علاش هادو محالة خاصة وجاو بواحد العزلة كيخرجوهم بوحدهم لواحد الساحة، هي هاديك أخوتي، خرجنا لواحد الساحة شحال نعاودلكم، خرجنا لواحد الساحة حنا باقيين خارجين بحال هدا، وحنا جوج 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 كنسمعو جوج جوج، كنشوف واحد ثلاثة دموالي الوقت ومن جملتهم واحد الحقار. واحد حقار كان في الحبس ديال باب النوادر تيطوان معروف، كيعيطولو العربي زامبلا، وهاد العربي زامبلا راه كيعرفو التيطوانيين، طنجاوة، قصرة، والعريشيين، الشاونيين، جبالة كاملين، وكيعرفو الناس تا القنيطرة، وكيعرفو حباسات آخرين وهادي، هاد الإنسان هذا تعدى على الناس بزاف، وفعلا الناس المؤسسة كتعرفو هادي بزاف ما يدخل في هاد المجالات، خارجين تما وبدا كيفتش شي الدراري بحال هيدا. انا ما جيو معايا شاكيب قدامي بحال هيدا واش ماشي نقول لك، انا ما دار معايا ما والو، قلت بحال هيدا شوف شبر ديك العين، شبر شاكيب مذا كان باقي صغير شويه، شبرو في طنطان جبد له شي بركه هيدا من الجيم ديالو الداخلانيه ديال الشندر، جبد له شي فتوته د الحشيش وشي جدو قرطوبيات بحال هيدايا، ضربوا واحد جوج طرشات، ايوا مش غادي نقول لكم اخوتي وكدا هادي. وانا كنت شفت واحد القضيه بالليل، بالليل وجابوا له موظف وانا كنشقق عليه من واحد البلاصه، شفت موظف دار الفلوس ودار الحوايج دار شي تسبردينات، وجاب الدراري ديك الصخره شاكيب واحد بعد الدراري، جوج دراري مكاستيخو جوج دراري روافه، جاب لهم الموظف جاب لهم ديك الصخره، جاب لهم بالليل كاملين كمينا منا وتقرقبنا منا وهادي، هو خرجي من الكور كيف تشوف واحد اخر، واحد جابه واحد كيديها له، هي هاديك. ما كنتش يا خوتي معصب وبدا وعامل قرقوبي تانا ومكيف، وقلت له مر بعض الحقاره ونط معاهم بالصداعات تما وكدا هادي، وقلت له كتجيبها له باللي هايدا ليلو هو، قلت له باللي جبتيها له دابا كتزولها له كتعمل عليه الغوله وهادي وغولتي عليه وهادي وهادي بزاف ما يدخل بهادشي، قال لي انت سوقك بدا كيزب زبت، استغفر الله حتى انا
ما خليتي حتى انا زبلت وبداو هادي وديك الكروس وتوحد البروي. ايوا من عندي لعندك مشى جاب الزبنيه ديالو وكدا وهادي وجاو واحد الكروانه قطع ديك الكروه كامله. قطعت ديك الكروه كامله صافي. معاه كان واحد الخاوه ديالي عاود واحد البيت تما ساكن في واحد البيت تما كيعيطوا له الكوارطه. عاود حتى هو شير على واحد الموظف تما بواحد اللمبة ناضت الحيح. انا قطعت الكروه صافي قطعت ديك الكروه هادي ما بقاش المشكل ديك العيشه كيف ولا المشكل ديالي انا. قطعت ديك الكروه بديك الفرواج بنت واحد اخر هي جوج في يدي وبقيت كنقطع وكنزبل فيهم كاملين كتعرف. اجا المدير وشاش يقول لك واحد المدير كيعيطوا له مزوق مش عيب. قال لي اخاي مكدادي قلت له اش من خاك انت عامل عصابه هنايا. وقال لي انت عاد خرجتي وانت مدواز وعاد خرجت من 20 عبد الحارث وكدادي ما عندنا معك حتى مشكل. وقلت له خير عندك السيطره انا بك الحبس وعندك حكاره انا كيقتلوا بنادم القيله والنار وانت كتشوف. قال لي خير ما كاينش دابا تشوف اسمع لي عاد صنط لي عاد خلي يدك وانا غنتفاهم انا وياك. وسمحوا لي اخوتي كتعرف شحال وقع وعاد يرزي الدنيا رزي وصل الخبر من برا علاش انا كنسكن في الباب ديال الحبس باب النوادر. وراه الناس اللي كيشوفوا كيعرفوا كيعرفوني كنسكن في باب النوادر. الفارق مع الحبس 100 متر وما كاملاش يا خوتي. ناضت الحيحه برا العائله جابوا الخبر برا وكذا وتربجت هي هذيك قابطوا سيدي المدير والرباعه وكذا هذه هبطوني للطبيب. ديك زامبرا اللي غوت معاه وديك الناس اللي معاه غوت معاهم دارت الهضره وكاين تما مسؤولين ولاد الحومه وكيعرفوني مزيان عاد بداو كيعرفوا انا عاد خارج من الحبس. اي هذيك اخوتي شعادي نعاودكم هبطوني للطبيب عاود خرج ما تخرج انت كتشوف كيفاش زدت الثاني شوف كيفاش زدت الثالثه ولا الرابعه عندي هنا. غرز ما تغرز هي هذيك طلعوني بلي قال لي دابا تشوف هذيك لي زور مع هاد العزله بعد راسك منا وغنديوك شامبري الخدامه كل وشراب وهادي وضرب ما بقى لك والو شحال باقي باقي لي اخوتي شي شهر شي تلت خمس شهور هذا ضرب تلت شهور. اي هذيك اش معاك الحوايج ديالي في ديك الليل وكدا وجابوهم لي الشامبري الخدامه وحلقان تما عبد الواك كدا هادي معابل انا وعبد الواحد سبارتاك وكلشي كيعرف عبد الواحد سبارتاك عبد الواحد سبارتي. قال لي عبد الواحد صافي محمد اجي انا وياك هنايا وكدا وهادي عبد الواحد سبارتاك راه هو سرجان في الحبس كامل فهمتيني اخوتي وغادي نسالو انا وياك. قال لي انا وياك نقابلو هاد البيت هذا وحنا ماشي دابا ما بقى لك والو هادي يا محمد تعاد خرجتي وهادي هاد عبد الواحد سبارتاك كان في الحبس قبل ما نخرج انا من طنجه. انا باقي في طنجه في الحبس وهو في الحبس محكوم على المخدرات ووقع له مشاكل وكذا شي حاجه باقي ما يتقال فيها. هي هذيك اخوتي جيت كنا انا وياك دا هادي اليوم غدا الاكل والشراب وكذا عندنا الخدامه وجري من هنا وجري من هنا والرياضه ما كاين حتى حاجه. واحد النهار الحد واحد النهار الحد اخوتي شعادي نعاود لكم هذا الحد هو الحد اللي حدد لي حياتي وعيسالي لي مع حياتي انا. ها واحد السيد جابوا اخوتي هذا الولد هذا محمد كيعيطوا له محمد ولد الاشاره هذا ولد الاشاره اخوتي ولد الحومه ديالي ولد الاشاره اخوتي كيعيطوا له محمد العيد العسكري ومعروف تطوان وكذا هذا العائل درس اسبانيا دريس حتى هو وعندو ما يقول وماشي شي واحد زعما هدايا وكان وكان حتى هو ما خلاه ما عمل في اسبانيا وربش الدنيا وهادي وهادي وقع له شي مشكل مع شي واحد على شي فلوس صردو من الوالدين ديالو صرد له ما وصلوش ديك الامانه مكموله هبط من اسبانيا بقى كيفش عليه وقع له مشاكل مع حلول الحومه كيعيطوا له الحنفي هذاك الحنفي كيطلع سكران كيبقى يسبل وخاصة الهضرة خرج ليلو ضربوا هاد العين حمد ضرب ديك الحنفي قدروا هي هاديك جابوها للحبس دابز مع البوليس عاو عطاوها ما تيسارة فرعن معاهم عطاوها قتلة. المهم جابوها للحبس عاو ما تهدنش من هاد البيت من هاد البيت الراجل مربيش كلها واش كيقول شي كيقول كيعمل كحال شي كيقول كيعمل بيطة هو فعلا كان كيعمل بيطة ديك العائلة هاديك تبارك الله على صحة فيه وكذا وهادي وماشي شي واحد عادي وانسان واش من انسان تبارك الله ربج واحد جوج بيوت واحد جوج بلايص ومن جملتهم واحد البيت كيعيطوا له السيكوندا ديال البواجده وديال الناس اللي ماشي محكومين ربج الدنيا تما ترباج وخرجوها موالي الوقت وربطوه في واحد القريه قطلوه في واحد القريه مزيان وبقاو كيرشوا عليه بالماء والهراوه. حنا ما عارفين والو من هادشي هذا النهار د الحد
خرجوهم بالسيكوندار زاطهم على بنادم وضارب بنادم وعلى القوات الجريه وعيطوا للمدير وعيطوا للمسؤولين. هو مربوط بالجريه دور الراس ديالو مع الجريه ومربوط من تحت البيتيه ديال الماء وكيرشوا عليه ولا لا. حنا النهار لحد العشيه انا كان تريني انا وعبد الواحد سبارتاك كان تريني واحد الساعه كنشوفو مشاو فتحوا عبد الواحد الباب قالوا له اجي وشدوا الباب ومشى معاهم. ما عرفتش انا اللي مشى معاهم عبد الواحد. والمهم اخوتي مشى معاهم عبد الواحد مشى معاهم اخوتي شعادي نعاود لكم مشى معاهم تعطاه واحد الساعه رجع بحالو دخل للبيت وكذا وهاديه. قلت له اش كاين؟ قال لي واحد الجريه وكذا وهادي من الاشاره كيفاش. قلت له اخي صافي بينك وبينه هو عنده مشكل مع المسؤولين عنده مشكل مع الاداره انت بعد منه كاع ابعد منه. قال لي انا عوقاب زبل فيا وزق عليا ضربته بواحد البونيه. قلت له علاش ضربه صح وبنادم مقطن علاش ضرب وما تدخلش حتى معاهم. هو كان سرجان كيتدخل معاهم كيعيطوا له كيعشيوه في المشاكل وكذا. هضرت له بحال هذا قلت له عبد الواحد ما بتيش تعمل هذا الشيء هذا واخر مقطن براتو معاهم. حنا كنسمعوا الصداعات البارح ولا البارح من نهار الجمعه بالليل والسبت واليوم الاحد. احنا اش بينا وبينو اخ باقي ما عرفتش انا هذا الولد. عملت شي 6 ونص ولا 7 د العشيه حين صار لابيل صاروا الحسابات وكذا كنشوف هذا الولد هذا واقف هو مع الباب مع جوج الموظفين والشاب دي بوست واحد كيعيطوا له بحاجه واقف هو مع الباب. محمد كذا هادي عبد الواحد. قلت له اخي زول له ديك القطينه من يدو انا ما عرفتش هو هذاك اللي كان. قلت له هو مقطن واجبين عندنا هنايا. قلت له زول له ديك القطينه من يدو زولها له كامل في الزبوبري وكذا هادي مع فتح الباب سمعته قال لي محمد هايدا مسكين راه هو دار الحق. قال لي حمد قلت للدراري شي واحد كدا هادي طلعهم فوق انا عندي واحد البلاصه فوق تما هادي طلعوا البلاصه ديالي فوق طلعوا البلاصه فوق. هما الدراري كانوا معانا ديال الاشاره وديال جبل درسه وديال تيتوان النص الكبير هم كانوا معانا بالبيت 154 بنادم كانت معانا هي هذيك اخوتي. عيطت لجمال جوليخه او معروف تيتوان كان اسبانيا قلت له شكون اللي مدوز اسبانيا مع حمد انا 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 انا. المهم كان معايا جمال جوليخا قلت له كان معايا قال لي كان معايا في اسبانيا محمد كان عارفو كيعرفني هو شويه محمد مرابش جمعت على هذيك الدراري اللي كانوا في اسبانيا وكانوا معنا عقوبه تما في البيت. قلت لهم بدلوا له عليه جابوا الحوايج كدا هادي بدل عليه كدا هادي جا عندي قال لي هذاك محمد كينعت لي على سبارتي اذا وقع له هو وياه مشكل. سمحوا لنا اخوتي الله يرحم الوالدين. قال لي وقع لي المشكل مع هذاك وكدا هادي. قلت له دابا حمد ما وقع والو دابا انت معايا هنايا غاتكيف معايا وريح معايا ما كاين حتى حاجه ان شاء الله غاتمشي في حالك وكذا. البنات بوبري البنات هي هذيك جلس قدامي ومعايا واحد الولد ولد بن يونس كيعيطوا له العربي باندام معروف عاود العربي ولد بن يونس كيمكنني باندام عشير ديالي قدامي ومعايا بزاف ديال الدراري وكاين عبد السلام قرطه وكاين عبد خالق ميني ديال الاشاره وكاين مصطفى كيبيع بينو من الاشاره بزاف دراري ديال الديوانه حاصلين تما وكاين دراري ديال الثانيه درمان هاهم كيسمعوني وكيشوفوني ومعايا الدراري ديال الطويلاح بزاف مني جبرتهم انا مع عبد الواحد سبارتي انا جيت الناس جبرتهم مع عبد الواحد وبالحق عبد الواحد نص كبير ما كيتفاهمش مع عبد الواحد وحاس بيهم. علاش قبل كنقول لك ضاربين مع عبد الواحد تما كاين اللي ضربوا عبد الواحد كاين اللي عندهم مع المشاكل كاين احزاب كونترا عبد الواحد. والمهم اخوتي باش نبقاو ماشي لكم في قصه باش نعرفوا كاين شحال وقع باش غنتأدى المشكل اخر هي هاديك تكيفنا قبطنا نعاسنا خلي الدراري كيتفرجوا في التلفازه اخوتي وتقرقات وتكيفت ونعس واحد الساعه اخوتي شحال نقول لكم كنفطن هاديك العربي بنظام كيف يقني. محمد 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 نوض كنوض كنجبر البيت فيه 154 درهم كلشي واقف والصداع والدبزه وكذا هادي شكون محمد العايد العسكري مع عبد الواحد سبارتي محمد مع العايد مع سبارتي. ونوت اخوتي كان عندي واحد تيو فيه واحد القطيب بالحديد بقيت كنضرب ريح 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 جلس ديك الناس وقلت له اخي لبس حوايجك جبرتو حاشاكم مزول عليه حوايجو كاملين ديك العايد محمد العايد العسكري لبس حوايجك كيدابز مع سبارتي والناس كلشي واقف البس حوايجو بوبري. قال لي هذا حقر ضربني زبل لي بالوالده وهادي ضربني مع موالي الوقت. قلت له قبيله هضرت معك عمي انا صافي تسالات هادشي هذا. قلت لعبد الواحد اخي ديها براسك بينك وبينك واش غادي نتاداو اخي باغي نتاداو حنايا انا مازال لي اخي والو نمشي بحالي انا ضارب 4 شهور تقريبا اخي وباقي لي 4 شهور ديال الحبس انا مناقص من هادشي بحال هذا
قال لي محمد انا ما كاين والو، ما هضرت معاه، ما هادي ما كلمته مول. كيفاش وقع؟ قال لي هو انا عسى تكتف فين عس مع الكريه، اضرب واحد ولد مصطفى، وهاد ولد مصطفى هذا واحد الدري غليظ نعس قدام. الليل محمد عطاه واحد جوج ضربات نفس دار ولا القلب. دابا عند واحد كيعاود لي قال لي ضرب ديك الولد مصطفى، انا ديك الحاوك دا هادي نوضت انا معاه حتى انا قتل وياه. فعلا صح سيد ديك الولد قال لي ضربني اخي محمد، ضربني على والو، انا نعس وانا عس قدامي ضربني جوج ضربات القلب. وهاد الولد تبارك الله كتعرف كيش عامل مصطفى وباقي صغير. عيطت للدراري قلت لهم صافي وكذا، رجعت محمد قلت له صافي محمد كذا وهادي صافي، بردت الامور بحال ما كاين والو اخوتي، صافي صافي بحال ما كاين حتى حاجه، امور عادي تمشي ان شاء الله كما هي. وانا اخوتي رجعت نعست وكذا وهادي، وديك العربي باندا قلت له صافي ما وقع والو. واخوتي الا بدات كديني عيني وكنور كنجبر عاود العافيه شعلة في الشمبري في الدبزه هو وصبرتي. هي هذيك اخوتي ما عرفتي كيفاش وقع الشمبري، كلشي واقف كلشي كذا بحال شي سوق تقول ناضت فيه القنبوله ولا ما نعرف شنو وقع. ناضت لي راه واش شناق ما شناق شبر ما شبر كذا هادي الدراري وكذا هادي فراق يا ما تفراق. حتى كنشوفو بنادم تربط ربطوه باش ما يبقاش زعما يربج وكذا وهادي، وقفوا مولي الوقت وقفوا المسؤولين قال ربطوا وكذا وخليه الموطوع حتى الصباح نشوفو معاه. ربطوه ربطوه بقى عاد تقوم ديالو خدام طاطا وعاده وكلا يا خوتي اش عادي نقول لكم. واحد الساعه واحد الولد ملي شارق قال لي محمد خصو يشرب وكذا، قلت له ديرو شي قرعه يشرب، طلب مني الاذن وكذا قلت له عطيه يشرب. هم ديك الغوت اللي غوت وديك المشاكل ديك الليل وديك البيت فين كان وفين موطع اخر، وديك الغوت اللي غوت مع المسؤولين وكذا وهادي وهادي، مسكين شرب الماء سكت ما بقاش كيغوت، زاد شرب الشوربه الثانيه رد رد استغفر الله العظيم، شرب الشوربه الثالثه ما عاودش زاد رد رد ديك الماء وكذا وهادي وسكات. داز واحد قسمين ولا اربع ساعات كنسمع واحد كيغوت ديك طاف العوار كينعس قدامه، واحد كيعيطوا له مفضل وواحد كيعيطوا له ابراهيم، وشي الناس وشي الدراري كيقولوا محمد راه مات راه مات راه مات راه مات راه مات. انو تاخوتي مرعوب جبدناه من ديك البلاصه فين نعس مع ديك الناس ونزلته بوسط بوسط الوسط هذا بوسط ديك البيت، وكاش مفرشه بالوسط وكذا بديت كنضرب له على قلبه اخوتي ما كاينش صافي، بان لي بنادم مشى عند الله وكذا كنضرب له على قلبه وكنسمع خر 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 خر. عيطنا على المسؤولين جاو. اي هذيك شحال نعاود لكم اخوتي، بنادم توفى ما عرفنا كيفاش وقع وكذا، هذي بنادم مات مشى عند الله مات يا اخوتي. والقصه باقي بها ما يتعاود اخوتي، وسمحوا لنا بزاف سمحوا لنا بزاف، باقي بها ما يتعاود. السيد مات وباقي باش نزيدو لكم هاد القصه، عاد وصلت شي حاجه خطيره فهمتي يا اخوتي. وسمحوا لنا بزاف، وعمل ابوني وعمل جيم باش تشارك معنا في هذه القناه. وهاد القصه هذه اللي مات دابا واللي عاد بدا دابا حياه في الجحيم، حياه في الجحيم شي حاجه خطيره فهمتي يا اخوتي. وعمل ابوني وعمل جيم واخوتي، وعملوا مع واحد مع واحد العشيور ديالي كيتهلا فيا وكيتعامل معايا، هو اللي كيجيب لي الالبسه وكيجيب لي بزاف ما يتقال، سعيد بريميرو. سعيد بريميرو عنده القناه ديالو بريميرو، اللي بغى يعمل ابوني مع اخوتي. انتم عارفين هذا السيد هذا كيعاملني مزيان وكيعاملني مزيان دائما، وهو عامل انا وياه واحد فليم وعنده واحد فليم طلقو العنوان ديالو تريكيتا. عملوا معاه ابوني اخوتي وعملوا معاه جيم بحالي بحالو، وتفرجوا معاه وتفرجوا معايا. هادشي هذا اخوتي الا بغيتو، وانتم عارفين اللي كاين كامل كيعاملني مزيان اخوتي، كيعاملني مزيان، هو اللي كيجيب لي البسة باش كنتصور معاكم باش كنتعامل معاكم. وسمحوا لنا بزاف اخوتي، سمحوا لنا بزاف، والله يحفظ جميع المغاربه، والله يحفظ خوتنا ويحفظ الشباب ديالنا ويحفظ جميع المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب. وسمحوا لنا بزاف اخوتي، وباقي ما يتقال انتم بنادم طاح. وسمحوا لنا بزاف، وعاش الملك اخوتي، سمحوا لنا.